السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الطلبة الأعزاء. اليوم نكمل يونت 5 من مادة الفاناتيكس أند فونولوجي، اللي أرجو منكم كل شخص يشترك بالقناة أو يشارك الفيديو مع أصدقائه. فراح نبدأ المحاضرة إن شاء الله، واللي أرجو منكم التركيز على كل شيء راح نحكي بيه ونقوله. بالمحاضرة السابقة قدمنا شيء بسيط عن الفونيمز and samples، وقلنا الفونيم هو كل صوت باللغة الإنجليزية راح يكون نسميه فونيم، والسامبلز هي الرموز مالت الفونيمات. طبعا ننتقل إلى الشرح الثاني وهو Samples and Transcription. طبعا قبل ما نبدي بال Samples and Transcription، أكو حالة عندي بالفونتكس نسميها Complementary Distribution. هذا التعريف يقول Citric Spiration of places where particular realization can occur. الـ Complementary Distribution يشنية Citric Spiration of places where a particular realization can occur. هذا تعريف ال complementary distribution. أما إذا أردنا أن نعرف الألفون والألفونز، شنو معنات الألفونز؟ هو different realizations of phonemes. ألفونز means the different realizations of phonemes، يعني حقيقة كل صوت موجود باللغة الإنجليزية. بعد تعريف الـ Complementary Distribution والـ Allophones، ننتقل وياكم إلى الـ Samples and Transcription. طبعاً الـ Samples and Transcription، Samples قلنا هي رموز صوتية، Transcription الرسم الصوتي، ينقسم إلى Phonemic Transcription من ناحية الفونولوجي و Phonetic Transcription، Phonemic Transcription و Phonetic Transcription. كل واحد وراح نتطرق للتعريف مالته من خلال الشرح الموجود في الكتاب. الفونيميك ترانسكريبشن واللي يقصد لي به انه افصل الصوت. على سبيل المثال منطيني صوت تشا، هذا الصوت صوت تشا is a phonemic sample consisting of two characters. يعني بعض علماء الصوت يقولون انه صوت تشا هو متكون من رمزين صوتية ت and ش، وهذا الشيء جدا مهم لازم تركزون عليه، راح ناخذه بالأفريكيت هم مرتين. عندي الفوناتيك العفو الفونيميك الترانسكريبشن حكينا عنه، ينقسم إلى قسمين: فونيميك ترانسكريبشن
ينقسم إلى قسمين. القسم الأول transcription from detection. Transcription from dictation. ما معنى transcription from dictation أو dictation transcription؟ أنه الطالب يستطيع الكتابة الصوتية بالرموز الصوتية من خلال الاستماع إلى المتحدث أو إلى تسجيل صوتي. The student must listen. يجب أن الطالب أن يصغي to a person or recordings. الاستماع إلى شخص أو تسجيلات. And write down what they hear. ويكتب ماذا يسمع. إذن the transcription from dictation هو الطالب يستمع إلى تسجيلات أو شخص ويكتب بالطريقة اللي بالرمز الصوتي للكلمات التي يسمع. النوع الثاني اللي هو transcription from a written text، رسم صوتي من خلال الكتابة أو من خلال نص مكتوب. نهو بين واضحة. The student is given، يعطى الطالب a passage written، قطعة مكتوبة in orthography and must use phonemic samples to represent how she or he think it would be pronounced by a speaker of a particular accent. يعني أنطيك نص اللي هو هذا اللي جاي يصير. عندنا أغلب الامتحانات ينطيني كلمات، طبعا أساتذتنا ما ينطون نص، يعطي كلمة أو كلمتين أو مفردات يقول حول لي إياها أو transcribe phonemically phonetically، تحول لي إياها إلى الرسم الصوتي مالته. فالأفضل هم يعني بالامتحانات والاختبارات يعطون نصوص من أجل تحويلها إلى رسم صوتي واللي هو الفونيميك ترانسكريبشن أو اللي نسميه ترانسكريبشن from a written text. هذا بما يخص ترانسكريبشن from dictation و ترانسكريبشن from a written text. قلنا transcription from dictation هو أسمع وأكتب سواء كان شخص يتحدث أو تسجيل صوتي. أما transcription from a written text هو نص مكتوب وعليه تحويله إلى اللفظ الصوتي أو الكتابة الصوتية. النظام الصوتي phonemic system described here اللي واصفين هنا the BBC accent اللغة الإنجليزية البريطانية contains 44 phonemes، تحتوي على 44 صوت. طبعا هاي الملاحظة جدا مهمة أنه اللغة الإنجليزية تحتوي على 44 صوت، احتمال يجيب لك إياها فراغ. عندي بهذه على حسب الألفابت ومثل ما وزعناها أصوات صحيحة وأصوات علة، أو بالرسومات الموضحة من حيث هذه الأصوات شلون تنطق table مالتها according to place of articulation, manner of articulation, voicing مثل قلنا voice أو voiceless إلى آخره. الملاحظة الأخرى وهو الدايكركت. شنو الدايكركت؟
هو علامة التي العلامة التي تعرف الرمز في اتجاه ما. ماركس علامات توضع لتعريف الرمز الصوتي في اتجاهات مختلفة. أما الفونيميك ترانسكريبشن التعريف ماله سوري الفوناتيك ترانسكريبشن فوناتيك ترانسكريبشن فوناتيك ترانسكريبشن التعريف مالته راح يكون تعريف الفونيتك الترانسكريبشن هو الترانسكريبشن ذات الترانسكريبشن ذات was much more accurate in phonetic detail and contained much more information than a phonemic transcription. إذن تعريف ال phonetic transcription a transcription that was much more accurate in phonetic detail and contained much more information than phonemic transcription. The information المعلومات اللي راح تكون يحتويها الفوناتيك الترانسكريبشن مثلا عندنا إذا كانت من ناحية الكواليتي فنسميها النوروفوناتيك ترانسكريبشن. إذا كانت little more information than phonemic نسميها ال broad phonetic transcription. إذا كانت المعلومات قليلة أقل من ال phonemic transcription وعندنا ال allophonic transcription ال allophonic transcription اللي هو a transcription one which is basically phonemic but contains additional samples information about allophones of a particular samples. إذن ال allophonic transcription التعريف مالته راح يكون عندي هو أحد الأساسيات بالنظام بالرسم النظام الصوتي ولكن يحتوي على إضافات رمزية من المعلومات عن الألفونز of a particular samples على أصوات مخصصة مثل السترس والانتونيشن وغيرها. طبعا بالفوناتيك ترانسكريبشن الفوناتيك ترانسكريبشن الرسم نستخدم السكوير براكتس نستخدم إذا كان يريد من عندنا فونيتيك ترانسكريبشن فراح نخلي الصوت بين الأقواس المربعة. أما إذا كان فونيميك ترانسكريبشن إذا كان فونيميك ترانسكريبشن فراح نستخدم السلانت براكتس اللي هي الخطوط المائلة. هذا بما يخص الرسم الصوتي والمعلومات اللي أخذناها من السامبلز and transcription samples and transcription.
طبعا احنا عرفنا الفونولوجي بفترات سابقة وبمحاضرات سابقة وقلنا it is the science that studies a sound system of a particular language، يعني النظام الصوتي للغة محددة. وبي قسمين اللي هو segmental phonology وهو التحديد العادي، والسوبر سيجمنتال فونولوجي، سوبر سيجمنتال فونولوجي اللي هو اللي يشمل الانتونيشن، العفو التشديد ستريس، الانتونيشن التنغيم، هو هذا اللي يتعلق بالسوبر سيجمنتال فونولوجي، أي أنه is one of it is a part of phonology which differentiates between phonemes, for example stress or intonation من ناحية التجديد أو التنغيم. أما segmental phonology فهو راح يتخصص لي بالمقطع ويتخصص لي بالسيليبل ويتخصص لي بالكتابة الصوتية. هذا بما يخص chapter 5 اللي قدرنا نتعرف على أهمية الفونولوجي و بعض المفردات. عندك أو بعض الأشياء المهمة من هذا التشابتر، عندك صفحة 37 من هذا الكتاب، بنهاية الكتاب نقطتين مهمة عن أصوات البلوسيفز، نقطتين مهمة عن أصوات البلوسيفز وهي البادي جاب pronounced without voicing transcribed و الباتاكا pronounced with aspiration. حكينا عن الاسبيريشن اللي هو صوت يشبه صوت الها يلفظ عندما انطق الصوت ب ت ك وهكذا. اما المعاكس او النظير مالته، ب د ج ما راح يصير عندي aspiration بيها. هذا بما يخص التشابتر الخامس، وننتقل وياكم إلى تشابتر 6 التشابتر السادس واللي هو فريكاتيفز اند افريكيت. طبعا production of fricatives and chapter السادس unit 6 او chapter 6 عندنا الفريكاتيفز الاصوات الاحتكاكية، وراح نتعرف شنو هي الأصوات الاحتكاكية وشنو مميزاتها وخصائصها. طبعا بداية يقول فريكاتيفز ار كونسونانتس وذ كاركترستكس، مع خصائصها أصوات صحيحة بخصائصها الخاصية الأولى اير اسكيب ثرو ا نارو باسج، الهواء يخرج ميكينج ا هيسينج ساوند، يخرج من التضييق بشكل اهتزازي أو يعني احتكاكي hissing sound صوت احتكاكي. النقطة الثانية هو many languages have fricatives the most commonly found being like س، أكثر الأصوات اشتراكية بين اللغات هو صوت س. Fricatives are continuant، طبعا هاي خصائصها continuant الأصوات الاحتكاكية مستمرة، أصوات صحيحة مستمرة بالنطق which means التي تعني that you can contain making them without interruption. أنت تستطيع نطقها من دون أي إعاقة as long as you have enough air in your lungs، مهما كان برئتك هواء.
مثلا اريد اقول الى ان يفرغ الهواء، ولكن اعضاء النطق راح تكفي بعضها لانطلاق هذا الصوت، او اريد اقول الى ان يفرغ الهواء، على العكس من الاصوات الانفجارية البلوسيف اللي ينقطع الهواء تماما حتى اقدر انطق هواء حر. بما انها احتكاكية، اذا اعضاء النطق تحتك مع بعضها لتكون لي هذا الصوت، وراح تكون الاعاقة هي فقط احتكاك. يعني انا الاصوات الصحيحة عندي هي الاحتكاك فيما بينها، العفو، إعاقة، يجب أن تكون إعاقة في نطق أي صوت، فالإعاقة هنا راح تكون بشكل احتكاكي من قبل الفريكتيفز. الفريكتيفز عندي 9 أصوات باللغة الإنجليزية، واللي راح ناخذهن إن شاء الله عن قريب. طبعا أهمية التضييق مال passage of air in the following ways، أهميته بأهمية انطلاق الهواء راح يكون عندي بنقطتين أساسية، اللي هي make long hissing sound، يسوي لي صوت احتكاكي، and gradually lower your tongue so that it is no longer closed، مثل ما حكينا انه ما ينطلق ما ينغلق نهائيا، ولكن يظل محتك. The hissing sound will stop as the air passage gets larger، هذا الصوت راح يخف عندما يكون الهواء يتوقف، هذا ال hissing sound احنا نسميه الارتجاج البسيط، عندما انطلاق الهواء يكون بشكل أكبر أو أسرع. make a long fa sound، عندما تسوي الصوت الفا، and while you are producing this sound، بينما تستخدم هذا الصوت، use your finger، استخدم إصبعك to pull the lower lip، لإنزال أو رفع الشفة السفلى from the upper teeth، اسحبها من الشفاه السفلى. notice how the hissing sound of air escaping between the teeth and the lip، يعني هنا أنا جاي يقول لي انه من اريد انطق صوت الفا واخلي واسحب الشفه السفلى من اللسان، راح الاحظ تغيير او الصوت راسا يتوقف. اذا فقط هي مجرد احتكاك بين الاصوات. طبعا الافريكيتس الاصوات الالتصاقيه اللي هو شارح لي هنا rather complex consonants، هي اصوات معقده. طبعا اللي اخذه من الافريكيتس ان صوتين تش والج، انه علماء الصوت علماء الصوت اختلفوا في الاراء ما بيناتهم، انه الفونيشنز قالوا انه هذه الاصوات هي متكونه من صوتين، من تش، من مثلا عندي صوت التش متكون من صوت الت وصوت الش، بينما علماء الفونولوجي قالوا لا، انه هذا الصوت هو مستقل بوحده. and then ايش راح نقول؟ اطلقوا عليه تسميه الهوموجرانيك. الهوموجرانيك يعني plosive and fricative must be together، أنه يجب أن يكونوا مع بعض، مثل ش، مثل صوت الج، د والج، شوف هنا أنا عندي الت والد هي plosive والش والج هي fricative، فراح يكون لي صوتين مختلفة وهي اللي تحول للأفريكيت. مثلا ش ج قلنا وراح يتحول لي الى صوت افريكيت. طبعا ومثل ما تلاحظون عندي الفريكتيفز اصوات الاحتكاكيه اللي قدامنا مرسومه بالمخطط، اللي هي الفويس او فويسلس. الفويسلس عندي 5 اصوات فويسلس، اللي هي فافا، ف، ث، س، ش، والها، آخر صوت هو صوت الها.
بينما اللينس اللي هي الضعيفة المجهورة الفويسد راح تتكون من ذا ثا ذا ج، ثلاثة أو أربعة أصوات، وكل واحد من ما حكيناها في المحاضرة السابقة إذا تتابعوها راح تعرفون شلون مقسمات، ليش قلنا عليه لابيودنتال لأن الأسنان مع الشفة تنطقه، ليش قلنا عليه دنتال لأن مقدمة اللسان تنطق الثاء والذ، مقدمة اللسان مع الأسنان العليا، ليش قلنا عليه الفيلروج لأن عندي عندي سطح اللسان مع مقدمة اللثة راح يعطيني هذا الصوت طبعا، وهذا موجود بالمحاضرة السابقة بشكل مفصل عن كل الأصوات الصحيحة، على كل الأصوات الصحيحة، فاللي يريد خلي الشرح المفصل لهذه الأصوات الفريكاتيفز من حيث البليس اوف ارتكوليشن والمانر اوف ارتكوليشن راح تلقاه بالمحاضرة السابقة اللي هي بال فونيتكس اند فونولوجي تشابتر 4 اند 5، شرحناه بشكل مفصل وتقدرون ترجعون عليها وتشوفوها. طبعا هنا ايش قال لي these are labiodental، يقصد بيه شنو labiodental؟ the lower lip is in connect with the upper teeth، يا اصوات ذني ث العفو الف والف الف والف الف والف الث والذ، واكزامبلز عليها مثلا words thumb thus راح نسميها dental. ليش؟ fricatives are sometimes described as a tongue the tongue where placed between the front teeth، اللسان سوف يلتصق بالأسنان أو يحتك بالأسنان، وباحوا يعني لاحظ لي هذا الرسومات اللي هو ناطق لي اللابيودانتوم اللي هي اللور ليب مع الأبر تيث والدانتال فريكاتيف اللي هو ال blade of the tongue in touch with the alveolar. كذلك الس والز س والز سميناهن alveolar، س والز سميناهن alveolar fricatives with a small place of articulation. طبعا هذا قلت لكم انا تلقونه بالمحاضرة السابقة اللي يريد يتابعها يا شباب، يعني راح بس أشر عليهن وشلون تستخدمهن أنا شارحه بشكل مفصل بالحالة بالمحاضرة السابقة Phonetics and Phonology Chapter 4 and 5. الشاوجة وسميناهن Post Alveolar، لماذا؟ ترجع المحاضرة السابقة. ترجع المحاضرة السابقة إن شاء الله وتلاقيها. طبعا عندي اخر صوت هو صوت الها واللي مهم جدا، صوت الها هذا الصوت هو مهم جدا وغالبا ما تجي عليه الاسئلة الذهنية، يعني انه لازم تفهمها. مثلا يقول فونيميكلي ها صوت الها is voiceless vowel، من ناحية ال فونتاكلي جماعة الفونتكس يعني يقولون أنه صوت الها صوت الها هو صوت علة مهموس. ليش؟ لأن تعريف صوت العلة أنه الصوت ما من أنطق صوت العلة ما يجيب لي أو يسبب لي أي إعاقة عند نطقه، فمن هذا المنطلق جماعة الفونتكس قالوا أنه هذا هو صوت علة، و جماعة الفونولوجي فونولوجيكلي هي is a consonant sound. ليش؟ لأنهم يدققون بتحليل الصوت ووجدوا أنه
الفوكال كوردز تتلامس مع بعضها لتنتج لي صوت الهاء، تحتك مع بعضها. لذلك خلوه من جانب الفريكاتيف انه الفوكال كوردز الاوتار الصوتيه هي التي تحتك مع بعضها وتنتج لي هذا الصوت. فراح يقول سؤال احتمال يجي كامل على هذا الشيء. Phonemically her is a voiceless vowel and phonologically her is a consonant. Explain, وضح لي. أنت من هذا المنطلق إيش راح تقول؟ تقول phonetically because there is no obstruction in the vocal tract. لا يوجد أي عائق بال vocal tract أو ال articulators يعني أعضاء النطق. لذلك اعتبروا جماعة الفونتكس they considered it as a voiceless vowel. Whereas phonologically, جماعة الفونولوجي, when the vocal cords vibrate or touch which each other made the sound here inside the larynx. يعني اكو عائق بالحنجرة حتى تنطق لي هذا من ناحية الفونولوجية. لذلك slightly fricative سميناه breathy voice. Breathy voice. طبعا مكانة النطق مالته وكيف ينطق راح تلقونه بالمحاضرة السابقة من قلنا عليه glottal. ليش glottal؟ وهو هذا السبب الرئيسي اللي سميناه بهذه التسمية. The affricates of English. طبعا الأصوات الالتصاقية أنا عندي صوتين أساسيات انه باللغة الانجليزية هو التش والج، وقبل شوية حكينا عنهن وقلنا انه مكان نطقهن وشلون ننطقن ذني بالمحاضرة السابقة، واركز واشدد تتابعون المحاضرة السابقة كلها كاملة حتى تصير عندكم صورة واضحة للتشابتر السادس والسابع والثامن وبقية التشابترات القادمة. فيا شباب تابعوا المحاضرة Phonetics and Phonology chapter 4 and 4 and 5 فصاعدا لطلاب المرحلة الثانية. طبعا قلنا انه هم اختلاف صار عندي بين الفونتكلي وفونيميكلي. يعني جماعة الفونتكس قالوا انه هذني صوتين مدموجات، العفو جماعة الفونولوجي قالوا هذني صوتين مدموجات، وجماعة الفونتكس قالوا لا هذا صوت مستقل لوحده. سبب انه ليش صوتين مدموجات؟ لانه تكونا من قبل شوية اللي اخذناه الهومونوريك، انه الصوت البلوزيف مع صوت الفريكاتيف مع صوت الفريكاتيف سوالي هذه الاصوات، سوالي هذه الاصوات الالتصاقية. هذا بما يخص الفريكاتيف كله، لا تدوخ ولا تقول انه شنو هذا، بس مكانة النطق مالته، الحالة مالته شنو هو؟ هو فريكاتيف، مكانة النطق، مكان النطق اللي يعتبر بوست الفيولا. لماذا صار اختلاف بين الفونيشنز اند فونولوجيست؟ شنو الاختلاف بيناتهم؟ وهكذا يعني المطلوب من عندهم، وشرحناه وقلنا انه الاختلاف لأن جماعة الفونولوجي قالوا أنه ذني صوتين متكون من الت والش أو الد والج، وجماعة الفونتكس قالوا لا هذا صوت مستقل بوحده وسموه أفريكيتس. طبعا الفورتس كونسونانتس مثل ما قلنا أن الأصوات المهموسة باللغة الإنجليزية، ولكن عندي كلمة اللي هي الجلوتوليشن. جلوتوليشن ما معنى كلمة جلوتوليشن؟ فشو نقول؟ نقول عليها plosives and alternative possibility is to produce the consonants with the completely closed. الجلوتوليشن هو انغلاق متقطع او مستمر لاصوات ال بفتحه الحنجره، وقلنا على فتحه الحنجره جلوتس شرحناها وقلناها بال
بالمواضيع السابقة، وقلنا شو وقت تنغلق الحنجرة؟ عندما أنطق صوت الأ مثلا nature، كلمة nature will glottalization، يعني مع انغلاق الحنجرة nature. أو مثلا catching catching بقى catching catching without glottalization، بدون هذا التوقف راح يكون عندي catching catching بدون توقف أو انغلاق للحنجرة. الجلوتيليشن هو توقف يحدث أو انغلاق لفتحة الحنجرة بشكل مؤقت عند نطق كلمة معينة. أمثلة أخرى على الجلوتيليشن، عندي أمثلة أخرى على الجلوتيليشن، وهو أك أك أكتا 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 أكتا. أو شوف يعني دائما يكون ويا الأصوات الانفجارية. ليش؟ لأن هو صوت الأ صوت بلوسيف، انفجاري انفجاري، لذلك يعتبر glottalation نسميه احنا على المصطلح، ويا الأصوات المجهورة والمهموسة، بالأصوات المهموسة والمجهورة الانفجارية الستة. ولهنا ينتهي الشابتر السادس. Transcribe the following words phonemically. ارسم الرسم الصوتي لهذه الكلمات. هاي طبعا الاكسرسايز التمارين مالتها. طبعا رايد من عندي السؤال الثاني. السؤال الثاني following the style introduced in exercise 1 for chapter 4 describe. ها التمارين بالشابتر الرابع مثلها بالضبط، يريد رسم the movements of the articulators in the first word of the list above. يعني يريد من عندي هاي الكلمة الأصوات الصحيحة شلون راح تنطق بيها برسوم صوتي، برسوم الأشكال. يعني من أقول ف أرسم رأس مال الإنسان والأسنان ملتصقة مع الشفة السفلى. من أقول ش ش أرسم الرسم واللسان يصعد يرتفع إلى اللثة أو مقدمة اللثة، وإذا أقول ز نفس الحالة. يعني ثلاث رسومات طالب من عندك بالكلمة الأولى لازم تسويها. السؤال الثاني اللي هو طالب منك ثلاث رسومات على الأصوات الصحيحة بشكل النطق أو رأس الإنسان اللي ينطق هذه الأصوات. طبعا الشابتر السابع اللي هو النيزل اند كونسوننتس باللغة الإنجليزية. أنا عندي وأكد ترجعون للمحاضرة السابقة، اللي أكد عليه ترجعون للمحاضرة السابقة اللي ينشرح مفصل، بحيث من راح تجي لهاي المحاضرة وتقرأها وتستمع لها وتلاحظها راح يكون كل شيء مر عليك، بس تاخذ الملاحظات المهمة. لذلك أهم نقطة هو المحاضرة السابقة تشاهدها بالكامل وتسجل النقاط اللي نحكيها والأشياء المهمة. طبعا النيزل كونسوننتس أصوات الأنفوية اللي دائما مخرجها من الأنف ثلاثة، الماء والناء والإن. أما الـ other consonants اللي هي الـ proximant ي ل ر و ي، ذني اللي راح نتناقشهن ونشوف كل صوت وشنو مخرجاته وشنو مدخلاته. النيزلز عندي ما عندي أي مشكلة ويا الماء والناء. ما عندي مشكلة بيهن الماء والناء، لأن يلفظن بكل الأماكن، ولكن المشكلة الوحيدة هو صوت الإن، صوت الإن إن إدغام باللغة العربية. يعني الإدغام باللغة العربية لصوت الإن، لهذا الصوت صوت الإن. طبعا هذا صوت الإن
اللي هو ال place of articulation مالته the same that of k and g يعني فيلا، ينطق بنهاية اللسان مع النقطة الفاصلة بين المنطقة الصليبية من اللثة والمنطقة الرقيقة من اللثة. شلون راح ألفظه؟ عندما يكون عندي صوت الن يعقب أو يأتي بعد صوت الك أو صوت أو حرف الج، مثلا evening أو walking، linking، 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 شوف ذني صوتي كلمة linking أو walking أو singing وهكذا. فذني لازم من أشوف صوت أو حرف إن يعقب أو يجي بعده يأتي بعده الك أو الج، الك أو الج راح أستخدم الرمز الصوتي هذا أم أم، بدل الإن، بدل حرف الإن راح أخلي هذا الصوت بمكان حرف الإن وأضيف حرف الجي أو الكي معه. هناك الأماكن اللي the distribute of ink as usual، يعني اللي ما يجي بهن، اللي ما يجي بهن صوت الإن. أولا initial position، نلقى الماء والناء occurring freely but ink never occurs، صوت الإن ما راح يحدث ببداية الكلمة. بالوسط مالت الكلمة occurs quite frequently، يكون بشكل هادئ، يكون بشكل خفيف، يكون بشكل خفيف عند باللهجة البريطانية، و complex quite interesting، يكون شوية معقد. when in may، عندما يحدث هذا الصوت. be pronounced without the following plosive، إذا ما اتبع صوت ال p وال b. مثلا عندي كلمة ان باوع على المثال. we find letters nk the middle of the word، يعني يكون اللفظ مالته موجود، والان جي نفس الحالة، الان جي نفس الحالة، مش باوع، يكون انك او ان ان ان. good morning مو good morning. باعوا من طيني فنجا، باوع فنجا، سنجا سنجا، هذه الأمثلة اللي موجودة. anger anger، hanger hanger، وهكذا. النقطة الثالثة اللي هي بأماكن الصوت الإن، اللي هي the third way which in which the distribution of ink is usual in a small number of vowels it is found to follow، يعني احتمال أنه يتبع أصوات العلة القصيرة، ولكن يتبع أصوات العلة القصيرة، ولكن بشكل قليل يحدث عندما يصير عندي صوت مزدوج ديفثونج أو لونج واول، ولكن فقط الأصوات القصيرة اللي يكون بها أو تسبق هذا الصوت، تسبق هذا الصوت الإي والآ والآ والأ والأو والأو والشواء. هذا بما يخص النيزلز كونسونانتس، أخذناها وافتهمنا شنو معنى lateral proximant أو الكونسونانت لا، اللي هو lateral proximant، طبعا هو ب لا الخفيفة ولا الثقيلة، شو وقت تكون لا خفيفة وشو وقت تكون لا dark، لا dark لا عندي وعندي light لا، يعني إذا أتج قبل الصوت قبل حرف الله صوت صحيح،
مثلا كلمة باتل راح يكون ل مو ل ل باتل باتل معركة. أما إذا أجى بعد حرف علة أو قبل حرف علة راح يكون الدبل ال. الدبل ال مثلا كلمة pulled pulled، ما أقول pull pulled، هنا راح يكون اللي هو dark يعني مثخن أو ثقيل. أما إذا كان في وسط الكلمة وقبل حرف اللي راح يكون خفيف. أما في نهاية الكلمات فهو dark له، يعني مثلا عندي كلمة قلنا باتل فاول فيل كله ل ل، ولكن ل ل مثلا ما أقول لايك لايك لايك، would you like would you like would you like، في بداية الكلمة راح يكون خفيف، ولكن في الوسط يعتمد على أصوات العلة وأصوات الصحيحة. وهذا من الطينية we call darkly. مثلا the sound in eel على سبيل المثال. طبعا هذا الشرح اللي هو initial position and medially and file distribution therefore not particularly limited، يعني راح يكون موجود بكل الاماكن وسط وبدايه ونهايه. ان بي بي سي pronunciation consonants has one usual characteristic the realization of la found before vowels. إذا وجد قبل صوت العلة sounds quite different from يختلف قليلا from in other contexts في المجالات المختلفة. For example the realization la in the word li is quite different from eel من كلمة eel. يعني إذا كان بعد حرف علة في بداية الكلمة أو وسط الكلمة راح يلفظ خفيف، ولكن إذا أجى بنهاية الكلمة راح يكون darkly. That's quietly similar تشابه to an o vowel بشيء مثل ال vowel with the back of the tongue. طبعا هاي تستمر بقراءتها هاي الصفحة إذا كان عندك الكتاب وراح تستفاد منها أكثر، ولكن هو لازم أنه نعرف الدارك لي. The dark لي is also found when it is preceded by consonants. When it precedes عندما يسبق الصوت العل. هاي وين؟ بالميدل بوزيشن. بالميدل بوزيشنز. As in eels. Eels. راح يكون عندي دارك لي. اما اذا جي وراء، يعني اذا جي وراء صوت علة العفو صوت صحيح راح يلفظ في دارك لي. كلير لي will never occur before consonants، لا يحدث قبل، يعني صوت الخفيف الكلير او اللايت احنا نسميه ما راح يحصل ب يعني الا يجي وراء فاول. اذا اجى بعد فاول في وسط الكلمة وإجا بعد فاول راح يكون هذا الصوت هو شنو؟ صوت خفيف اللي هو اللايت لا. أما عندي الصوت الر، صوت الر اللي هو الابروكسيمنت اللي قلنا عليه، لأن يكون ارتجاج أو this consonant is important، وهذا الصوت جدا مهم in that considerable differences in the articulation of distribution found different accents of English. طبعا صوت الراء هو جدا مهم، وكيف انطقه وشلون راح نسميه، حالة النطق مالته ومكان النطق مالته تلقونه بالمحاضرة السابقة. هنا احنا فقط راح نركز على متى يلفظ هذا الصوت ومتى لا يلفظ هذا الصوت. يلفظ هذا الصوت عندما أولا يكون بعده صوت علة. إذا يجي وراء
وراء صوت الراء صوت إلا، فراح نلفظ صوت الراء. إذا يجي بعده صوت صحيح انتهى، بعد ما نلفظ هذا الصوت راح يكون على شكل شواء. في نهاية الكلمة، في نهاية الكلمة راح يعتمد صوت الراء على الكلمة اللي بعدها. مثلا إذا بدت الكلمة اللي بعد الكلمة تحتوي على صوت الآر بصوت علة، بصوت علة، فراح ينفض الراء. مو مثلا على سبيل المثال ار يو او اي يو، شوف هنا اي يو مثلا على سبيل المثال، او اقول اذا ردنا ما نلفظ وبعد صوت علة، there are ideas. شوف there are ideas. يعني بالذير لفظنا الراء، ليش؟ لان اجاني صوت الار ا اللي هو العلة، فقلت ذير، وار للثانية اللي هي جاني بكلمة idea صوت الاي، there are ideas. طبعا هنا انا عندي امثله على الحاله الاولى، في بدايه الكلمه راح يلفظ الراء، في منتصف الكلمه او في نهايه الكلمه ما راح نلفظه، مثل كا ايفا اند هير اند هير. في وسط الكلمه اذا كان بعد حرف صحيح راح ما يلفظ، مثلا عندي هاد فاس كاز وهكذا. عندي الأصوات الكونسوننتس ي اند و، ي اند و. طبعا ذني الأصوات حسب النطق مالتن ومكانة النطق مالتن، وإن شاء الله بفصل الانتونيشن راح نقدر نلخص عنهن. يعني هواية هو لازم تعرف مكان نطق مالتن بالمحاضرة اللي فيديو السابق، حتى لما نوصل الانتونيشن نوصل السيلبل العفو الانتونيشن والستريس راح يكون الهن دور جدا جدا فعال. ولهنا أنا راح يكون عندي راح يكون يونت 7 انتهى. يونت 7 انتهى، وهذا التشارت اللي بالمحاضرة السابقة اللي شرحت لكم عنه بالتفصيل، شرحت عنه بالتفصيل الممل. فالتشابتر اللي هي English Phonetics and Phonology Chapter 4 and 5 راح تلقون شرح مفصل عن الـ Place of Articulation والـ Manner of Articulation لهذا الجدول مالت الأصوات الصحيحة. المطلوب منكم تشاهدون المحاضرة السابقة قبل هاي حتى تصير عندكم فكرة واضحة. يبقى عندنا اليونت الثامن، يونت 8، طبعا الارجيومنتس مال الان صوت الان اللي حكينا عنه قبل شوية. الارجيومنتس عندي ثلاث نقاط للجدل حول صوت الان، حول صوت الان. ذني مطلوبات جدا، صفحة 53، مهمات جدا لازم تركزون عليهن يا شباب. لازم تركزون عليهن. وعندي خمس حقائق أخرى عن الماء والنا والإن، لازم تقروهن
ب اللي هي English has only mana as a nasal phonemes, بس فقط the sound is allophone, يعتبر هو allophone وليس phoneme, يعني مشتق من صوت النا. The verb finger singer و singing should be represented phonemically بهذه الحالة. طبعا هاي الاختلافات بين العلماء. سينجا طبعا هذا الشيء يعني جدا صعب انه تلفظ النا مع الج مع صوت الج او الك. فمن ناحيه الفونتكس هم يقولون هيج, جماعه الفونتكس يقولون انه هذا الفون هو مشتق فقط, ولكن الصوت الصحيحي لازم يكون بهذه الحاله. اما جماعه الفونولوجي فيقولون لا, هذا صوت وحده مستقل وليس مشتق, ولكن بمساعده صوت الان والجي راح يتكون لي, مثل ما حكينا عن التش والج, ومثل ما تحدثنا عن الصوت الهاء اللي صار انه ناس تقول هذا صوت عله وناس تقول هذا صوت صحيح. ولكن دائما احنا نلتجئ الى جماعه الفونولوجي لان تفصيلهم, او اذا تتابع يعني وتدقق تنطق الصوت راح تلقاه بالضبط مثل ما يوصلون جماعة الفونولوجي. وطبعا هي كلها مجرد آراء. عندكم الأسئلة اللي بنهاية الفصل السابع. List all the consonants, phonemes in BBC accent grouped according to manner of articulation. هنا أنا طالب من عندي ال consonant sound manner of articulation, حالتين هل هو يعني تعددهم, replosive ست أصوات وتعددهن, الفريكاتيف ست أصوات تسع أصوات تعددهن, أفريكيت صوتين وتعددهن, البقية النيزل ثلاثة تعددها, الأفريكيت اثنين, الليترال واحد, وكل من والرسم الصوتي مالته. بهذا انتهت الفصل السابع من Phonetics and Phonology by Peter Roach 4th edition. اللي أتمناه أنه اللي شاهد هذه الفيديوهات يدزها لجماعته حتى شوية بس تصعد القناة توصل لألف مشترك, توصل لألف مشترك اللي أطلبها من عندكم. المحاضرة الجاية راح تكون عن السيلبل, المحاضرة الجاية راح تكون عن السيلبل. فإذا وصل عندي 500 أو 600 مشترك راح أنزل محاضرة السيلبل وأنهي اليونت الخامس. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة, تقبلوا تحياتي, أنا الأستاذ وهب المولى, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.